اسلم مسهر. نظرت عمري يا ابو عبد الله. كيف نظرت عمرك؟ اي لا بس لا ابو عبد الله انا من الناس اللي يذكر الله على كل شيء. الله ماك حمد. لا تخوف الناس، لا تخوف. لا 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 عشان كذا عشان ما يخافون بس. ايه نسيت نفسي ونظرت نفسي. اشترى لي ابوي كامري 2004. ايوه في وقتها ولا قريب؟ لا في وقتها بحريه يا ابو عبد الله فتحه وجناح. وكان وقتها مع فتحه وجناح هذا ولا خلاص ما فوقها احد. ايه 2004 يوم قدني على الدار الجنوبي وقف في المحطه يموت كان يكتم اجتاد عسى ما يمشي تش فاش بلا ودي اقرب ورشه واترك بلوف ايش سوى بلوف نظافه زينها. ايه ساعه طلعت من الورشه ما مسكت الدار قلت له استعس دعسه لا قبل تطير بي وادعس وتطير بي شوي قمت امسك اليمين اخاف اني ادعس امسك اتهور امسك اليسار مع العالم ذي. ايه ما تعديت مخرج هم مخرج 24 لا مخرج 28 يوم قدني يقول اسمعني الماكينه. ايوه انا تذكرت ما ذكرت الله اصلا مش عندي انا قلت اقول سياره شجاعه ودرك صار خفيف. إيه؟ معي اجي طابق السبايك من هده السبايك شو ما السبايك اللي تحت طيب رقعتها خبطت وتوظيف كامل طعمك وبعتها ابشرك كامله وبخساره والله ما خلصت 60000 بعدها. طبعا مو معناها المس في النضول لا لا مو لا لكن احيانا الشخص حتى لو مو بنضول معروف لكن انت ما تقول ما شاء الله تبارك الله حتى لو انت انسان عادي ترى ممكن توصل النفس اذا تعلق